توكل على الله، انا كنصور لك الكواليس. توكل على الله. على بركه الله، من توكل على الله فهو حسبه. مزيان مضيتوا عيدكم ذبحتوا كي جاو الحاولي ديالكم مزيان. الحاولي اللي خديت انا العالم كبر هذاك الحاولي اللي عندك ثلاثه سنين. انا دابا غريب انا ولا دابا. واخا سيدي مرحبا بك عاوتاني، مرحبا مرحبا. واحد الباك هو زبير زوين زوين بزاف، كما فيه شي لباس يدير الى ساعه مولا 3500 درهم مورا 4500 درهم، وعاطيك مع عاوتاني جوج دابا وعاطيك مع جوهره وغندير لك واحد الثمن اللي هو زوين. واللي بغيت نقول عاوتاني بغيت نقول لكم واحد العيبه اخرى في العالم. العدد الجديد ديال روميسال، العدد الجديد ديال روميسال شتيها ماء اسود الاطلس. بغيت نقول طلعوا علينا عاوتاني في هذا المجلد ديال روميسال، راه دايرين واحد الصفحه كيف كنقولوا خاصه بتفاصيل كثر، يعني كتقدروا تشوفوا هنا تقدروا تشوفوا هنا وتلقاو يعني تفاصيل كثر، تعرفوا شحال ديال الحوايج ماركات ديالنا العباد. اليوم ساهل واخا كنقولوا حنا كيدوزوا بالزربه ما كنتابوش، اليوم ولكن راك كرستي هنا غادي يقول لك في دماغك غادي يفيدوك في شحال ديال الحوايج. يعني روميسا تبارك الله غنقول لك راه غاده وغاده في حطرق اللي هي حلوه حلوه بزاف، تفاصيل على المبرة يعني كاين ما يدار. الصفحه يعني الوجه ديال راه هو غلاف وادك. توكل على الله سي على بركه الله. غنديروا مجله ديالنا مجله روميسا، اسكت خويا. طبيعي الحال غتكون مجله ديال روميسا. غندوزوا دابا المفيده سيدي محمد. انا السي العالمي عقلت على هذا السي العالمي راه 3500 درهم اليسا، ها هي موزونه كلها موزونه بالخيط ديالها، واليوم كيف كنقول لك جايب لك داك الشيء طوطو بسيم يعني كامله مكموله بواحد الثمن اللي هو زوين زوين وزوين بزاف. عقلوا معايا ديك 3500 درهم وهذا لاصو 350 درهم، شوف شنو كنوريك. وهنا تختاري اللون اللي بغيتي، وكذلك هنا تختاري اللون اللي بغيتي، كيبقى ديما داك الشيء من الاختيار. وكنزيدك عاوتاني الجوهره كذلك 350، ودابا غادي نخلع سمحهم هذا الشيء كامل ب 2500 درهم، يعني ناقص لك هنا 1000 درهم، وهذا كيف كنقولوا كادو من عند روميسا. دابا غادي نسرح اسيدي كي جيتك ها كنتش متوقعة واش الله يلا خلعتك خليت لك الله سي بشي ديما كنقول لك هادشي اللي الله يلا خلعتك والله ها سيدي هذاك الشيء اللي خلاها الرداد كملتي انت. هانا سيدي مولا 3500 درهم جايبه معاها باك طوطو بسيم جلابو قفطان ولبسه ب 2500 درهم. انا عارف وخاص محمد كل ماشي كلشي غادي ياخذ، شحال ديال الناس يعني ما غاديش ياخذوش، غادي اصلا كاينه شي حاجه قليله. وزايد لها وتعاوتاني ملي كتسمع الثمن هذا ديال 2500 درهم ولبسه دايره 3500 درهم وجايبه معاها جوهره كيف كنقول لك 3 متر ونص على متر ونص، الزواقه العريضه الزوينه تاهي كذلك، وجايبه معاها لاص وحرير تاهو كذلك، جلابه صيفيه يعني كنقول لك هذا الباك هذا طوطو بسيم راه طوطو بسيم، يعني ما نخليش شي حاجه ناقصك باحسن ثمن، لا في الثمن ولا في التويلات. شوف هذا عاوتاني 2 متر ونص على متر ونص وهذا 3 متر ونص، يعني بصحتك وراحتك كنقول لك 2500 درهم. قول لي راه عندك ما تقول، دزنا الباك الثاني. ديما نقول اخويا صراحه شي صراحه شحال كيتسنى في هذا الباك يقول لي زعما انت غادير شي باك صح جا في الوقيته. ها هو سيدي جا في وقته. الا جا في وقته. كيف كنقولوا صافي دار العايدين مستراحين، حنا الحوالي كليناه صافي. داك الساعه الحوالي ديال بصح. وشوف عاوتاني شنو كنوريك، وكنقول لك 2500 درهم، كنعاودها بزاف 2500 درهم. راه هادي مخلصه اكثر من 2500 درهم، ما عرفتش باش يبكي واش خصك ترجع تقرا في المدرسه بشي. لا لا ما كتعرفش تحسب اخويا. عيني فك اصلا فانسي، عيني فك تدخل من الجلابه وانا ما نهرسش التقشيطه، تهرس نهرس. دك 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 دك. المهرس هو المدكدك. ماشي مشكل. هذا راه 3500 درهم الدريس، قرب لي وريني الخدمه كيفاش دايره. كيف كنقول راه السوق بيناتنا هو الحاكم، راه ماشي كنقول داك الشيء اللي بغيت انا، راه ما كنصايبوش هادشي في الدار، راه كاين السوق كيف كنقولوا بيناتنا. هانا راه ماشي ديالنا كنقولوا، يعني السوق، السوق اختي شوفي الخدمه كيفاش دايره، وشوفي الفينيسيون كيفاش داير، وشوفي الثمن كيفاش داير. ها هي سكرينيها، ما غاديش نزرب، سكرينيها سولي عليها. يعني كتعرف الاماكن التجاريه كيف كيقولوا، سقسي على راسك في اي بلاصه بغيتي وعاد اجي عندنا. هاد اللبسه عاوتاني وهاد اللبسه هادي سرعه تاخذ سمح مداب بزاف القفاطن كيمشيو معها جوهره. هاي نعرفك بلي غادي تدوز داكشي بزربه غادي تسرحو باش ما يتباعش، هادي هي النيه. لا خويا بشايب كنت نقول لك سرح التكشيطه حيت الجوهره باينه وحرير باين، فهمتي؟ نورج بياسات باش يعرفوا شنو كاين. شي صافي لاصوا باينه جوهره كاينه خويا، ما كاينش شي حاجه كثيره. عاوتاني هادي اللي بغيت نقول لك عاوتاني دير التكشيطه راه كيزيد غير حرير تحس منها بحال الجوهره كذلك، دير لها ساتات تحت منها في الفيشي ولا في ذاك الفيركانار ولا بلو بيترول غادي يجيك زوين وبصحتك وراحتك 2500 درهم. داكشي اللي كاين عاوتاني شتي هاي شتي قداس تبارك الله ماجيسكي راه كانت كدير 6000 درهم وحيده. ها لاصوا ديالها الهديه ديالها. طيب اخويا بشابي الا بغيت تبدل شي لون في لاصوا ولا في جواره تبدل، ماشي مشكل مع التكشيطه بدلي انت اللي بغيت. ما كاينش مشكل، شوف اللي كتقلق الكليان ولا ما ترضيش ولا تهز ليه شويه من السكر ما عندناش حنا، ما كدورش عندنا، كاين غير الكلام الزوين والثمن الزوين واللبسه الزوينه. هادشي اللي غتسمع عند روميسا هان هانا سي شو على لون عاوتاني كيفاش داير.
قولي واش غتلقى فشي بلاصه اخرى هذا اللون هذا واش غتلقى بلاصه اخرى هاي زوينه زوينه بزاف شي هادشي اللي كتصورها بشي انت مازال كتقول واحد الكلمه باش الكليان يطمئن انا كنقول لهم انت كتبغي تمحنهم يمكن حيت البياسه تعرفهم انت اونيك خاصين عبروا ميسا كتقول قلب للسواق باش يطمئن الكليان ولا شنو هي اصلا ما كايناش اخويا بغيتي دور ثق بيا اسمح لي القاد اللي هضرت عليه انت دابا اقسم لك ولا بغيتي دور حيت الى دار غادي يحصل لي الشهرات الى دار غادي غادي يلقى التكاشط ديال 1500 درهم حنا كنبيعوهم ب 500 درهم في الباك داكشي اللي بغيتي توصل انت دابا الحكم بيناتنا حنا هو السوق دور على راسك شوف عاوتاني كيفاش داير ها هذا الشاف روميه لبسه حلوه زوينه بغيت تخيطها ايفازي بغيت تخيطها مخزانيه بغيت تخيطها الاختيار ديالك ديري لها فسحي بالجناب العبار كبير ديروا اللي بغيتوا لون انت هو كذلك مفقود شي لويلي كنوريك كيفاش داير قلب على هذا اللون هذا اللون انا اصلا ما عرفتش نسميه قلبي عليه اختي الا لقيتيه الا لقيتيه ما غاديش تلقاه ما نظنش تلقيه لي روميسا كطير في هذا الشيء وهذه جوهره ديال هذا الخيط اللي داز عرفتي شنو جوهره عرفتي كيفاش دايره ديما كنقول لك العبار كبير لا سوا هو كذلك حرير ها هو كيف كنقول لك الحرير كدوز في الخاتم راه هو هذا يعني حرير 100% سوا يعني ما كيتكمش ما والو كيف ما درتي ليها هو يعني الثوب كيبقى كيف ما كان الوامر ها هما اختي اييه ها هما هنايا دير لهم السكرين ولا راهم تحت صندوق الوصف اول كومونتير شوف عاوتاني على لون كيداير شوف عاوتاني على لون كيفاش داير انا هادشي كامل 2500 درهم 2500 250 فرانك 250 اورو يعني ثمن زوين زوين بزاف انا سيدي حبيبي انا شعل لون عاوتاني كيفاش داير هاي مول السلاف عاوتاني جايبه معها الجلابه وجا معها قفاط انا كنقول 1500 درهم ها واقيلا واقيلا اثر فينا داكشي ديال الكرافت وداكشي ديال الحريره شي كيبان بالي باقي عاطي المفعول ديالو انا داكشي اللي كاين كيدخلني الشك شوف على لون عاوتاني كيفاش داير شوف على لون عاوتاني كيفاش داير ها انا شوف شنو جابت معها عاوتاني جوهره شوف على جوهره عاوتاني شكلات الاخرين اللي كنوريك الحرير هادو راه كاينين اللوينات ديالهم وجوهرات هي كذلك راه كاينين اللوينات ديالهم باش نصور لك بزاف حيت ما يمكنش نصور كلشي تواصلي مع الدراري والدريات يصوروا لك داكشي اللي كاين والثمن ديما راه كيبقى هو هو 2500 درهم ها شوف على ها انا اختي داكشي اللي عندك تلبسي هي نقره هي ذهبيه بلاكيور يعني تمشي لك مع كلشي واللوين ديالها زوين وزوين بزاف شتيها ارضيه سومو ومخدومه بالكرافتي والدوغي وكذلك بالنسبه للطاييس راه غادي البرونز بغيت تخدمي حتى البرونز راه يجيك وبصحتك وراحتك هذا لاسوا ديالو هذا جوهره هي كذلك ديالها هي ها هي الشيا كيفاش عامله وكندوز لك عاوتاني الاليسار ها هي هادي خمسه نقول لك زوينه هي كذلك وزوينه بزاف هادشي اللي كنوريك اختي راه الجديد وكنوريك داكشي اللي هادشي راه الاوريجينال اخا شايب هاد التكشيطه هادي راه ديال 1500 درهم راه ماشي كنبالغوا ولا شي حاجه ولكن سير اختي ها انت ها هو الفيديو غنديروا لك باين واضح ها انت هاي البياسة شي جي عندنا فيلميها تأكدي منا ودوري السوق وخلي رميسة حنا خلينا هما الاخرين ما كاينش مشكل اختي حنا عندنا ربح تشري من عندنا وانتيا مطمئنة وهادو ما هما البياسة ديالها جوهرة معاها خدي جوهرة اللون اللي بغيتي وخدي هذاك الحرير اللون اللي بغيتي هانا عاوتاني شوف على لون عاوتاني كيفاش وهاد الاصوات الدرياس راه بشحال اللي مسكينه اللي ما كيعرفش هما اللي عارف راه كتعرف ما دير هاد الاصوات راه كيعجبوا به راه ديرها رومي ديرها بلدي ديريها لبيسه ديريها فراشه ديريها قندوره ديري بها داك الشيء اللي بغيتي يعني تخدمي فيها الله ما يدار فما عرفتي ما ديري كيف كنقولوا راه كاينين الارقام ديال الدراري والدريات راه ما يتعاونوا معك ومرحبا وصحتكم وراحتكم تلبسوا وتعاودوا بالصحه والراحه وتقطعوا وتعاودوا